اهلا بكم. ما تستهينوش بالزحلقه دي، الزحلقه دي خطر جدا في حتى في بقى احنا ما عندناش جليد، يعني كله جايب في جليد بمناسبه السقعه اللي احنا فيها، لكن هي الجليد احنا ما عندناش كتير جليد الا بقى يعني في اماكن معينه في مصر، لكن في الحمامات زحلقه فيها، ميه محطوطه في الارض وست البيت مش واخده بالها راحت ماشيه من الزحلقه، في الطينه الزحلقه في الطينه الواحد ياخد وينزل على المقعده، واحد يقول لك انا قعدت كده نزلت قعدت بعديها بقى حسيت او سمعت طقه، ده ديسك، ممكن الديسك رابشر في اللحظه دي، رابشر يعني الغضروف يا جماعه اضعف مما تتخيلوا، ممكن ينفجر في اللحظه دي، فلو قعدت في منتهى الخطوره ما تستهونوش باي وقعه. السلم اشهر وقعات، الست تبقى سمينه شويه وهي نازله على السلم كده تروح رجلها فالته نازله قاعده تسمع صوت طقه ضهرها يوجعها بعد كده، بعد كام شهر او بعد كام سنه حتى تبدا تشتكي من مشاكل في العمود والفقره كان سببها هذه الوقعه. فخلي بالكم الوقعات في منتهى الخطوره، ربنا يحفظكم. صحيح الوقعه ما بيبقاش يعني لينا يد فيها ساعات في معظم الاحيان، لكن الاهمال بيلعب دور كبير قوي في وقعاتنا، وخصوصا عدم حرصنا، وخصوصا برضو ان الشوارع مش بخير والناس الكبار في السن بيعانوا في هذه الشوارع معاناه اكبر بكتير من الشباب، لانه كبير السن دوت اولا حركته مش مظبوطه، العمود الفقري بتاعه اساسا ضعيف، وهشاشه العظام ورده، والغضروف اساسا متيبس وضعيف على مدار السنين، فالوقعه بتكون وقعه خطيره للغايه. هنفهم اكتر النهارده فيما يتعلق بالغضروف، وعنوان الحلقه الانزلاق الغضروفي، ومفيش في حد في مصر اليومين دول ما بيشتكيش من درجه من درجات الانزلاق الغضروفي قد تؤدي الى احتياجه الى جراحات. اسمحوا لي نرحب بضيف عزيز عليا جدا، طبعا قيمه علميه كبيره وقمه كبيره في عالم جراحات المخ والاعصاب، وبلا شك طبعا هيشرح لنا النهارده كافضل ما يكون ماذا سيحدث عندما يكون هناك انزلاق غضروفي. الاسم الكبير والقيمه العلميه الجراحيه المتميزه الاستاذ الدكتور يسري انور الحميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب، واستاذ العمود الفقري بكليه الطب جامعه القاهره، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره، وطبعا رئيس مجلس اداره ومدير مستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصه، الاسم الكبير مصريا وعربيا واسم عالمي قدير. اهلا بك يا دكتور. اهلا دكتور ايمن. هل الانزلاق الغضروفي فعلا مرتبط بوقعات ولا ممكن يحصل من غير وقعات؟ لا طبعا، هو الانزلاق الغضروفي الواقعه احد العوامل، لكن في الغالب بيبقى عندنا نوع من انواع التدمير البسيط على مراحل، يعني ما مش كل مره بيبقى نتيجه وقعه، او في الغالب بيبقى المريض حصل عنده تآكل في الغضروف نتيجة أخطاء متراكمة مع واحدة ورا التانية ورا التانية ورا التانية، لياقة بدنية ضعيفة، عضلات ضعيفة، سمنة، ممارسات خاطئة، وتيجي مرة واحدة حاجة بسيطة زي كده تعمل السيناريو المظلم اللي هو الألم الشديد في الظهر وبينزل على الرجلين، أو التنميل في الرجلين، أو عدم القدرة على حركة أحد القدمين، أو أن المريض يبقى عنده حتى أبسط من ذلك إمساك ويدخل التواليت بعد ما يعمل حمام يطلع عنده انزلاق غضروفي نتيجة أن الغضروف ضعف وبقى يعني واقف على شعره، زي ما بيقولوا كده القشة التي قصمت ظهر البعير. إزاي بيحصل؟ يمكن الفيديو هنا برضو بيوضح لنا ألام. إزاي بيحصل الغضروف أو إحنا عندنا الغضاريف دي بتبقى موجودة ما بين الفقرات وبعضها، وازاي ممكن يحصل حتى الغضروف ده موجود غضروف الركبه نفسه طبعًا كمان ازاي ممكن يحصل للمريض انزلاق غضروفي نتيجه وقعه او خبطه او حركه او ده هياثر على ايه؟ هياثر طبعا على الاعصاب اللي بتغذي منطقه خارج منها العصب اللي بيغذي منطقه معينه في الجسم. لما بنتكلم على الفقرات القطنيه يبقى الاعصاب بتاعت الرجلين، والمشهور قوي عند الناس كلها عصب بيسمى عرق النسا، الناس بتسميه عرق النسا. طيب انا عايز افهم دلوقتي الانزلاق الغضروفي كان زمان يعتقد انه شيء خطير وانه عملته في منتهى الخطوره وانه لا تنجح لا تفشل، الجمله المشهوره، دلوقتي اصبحت عمليه مضمونه النجاح، ولكن لعب العلم الحديث دورا كبيرا، فعشان كده السؤال ايه المفاهيم الحديثه المرتبطه بالانزلاق الغضروفي؟ طبعا دلوقتي اوضه العمليات ما بقتش اوضه العمليات التقليديه القديمه اللي هي جراح وممرضه ودكتور تخدير وشويه الات، لا طبعا اوضه العمليات النهارده بقت اشبه ما يكون باستوديو كبير، يعني يمكن احنا عندنا هنا في الاستوديو معدات كثيره جدا عشان تطلع في النهايه صوره واضحه وصوت نقي، لا احنا عندنا
بيبقى في غرفة العمليات مش بس جهاز تخدير، احنا عندنا أجهزة الجراحة الملاحية بكل بقى ما تشمل أجهزة الجراحة الملاحية من تعقيدات وأمور محتاجة ربط شديد جدا. بندخل كمان أجهزة رسم العصب أو أجهزة مسح العصب داخل غرفة العمليات، ودي حاجة مهمة جدا جدا. بندخل المونيتورز، سواء كان المونيتور ده مرتبط بميكروسكوب مرتبط بمنظار، بيدخل كمان معانا الليزر واستخدامات الليزر في العمود الفقري اللي بقت استخدامات واسعة جدا. فالنهاردة ما بقاش مجرد عملية تقليدية، احنا بنرسم سيناريو مسبق للعملية، بندخل عشان نعمل عملية. ده مريض مثلا عنده انزلاق غضروفي على احد الفقرات، دي زحزحة فقرية كمان بتالي ولا ده بيوضح لنا ازاي هنستخدم، او احنا شايفين هنا التعقيدات بقى اللي داخل غرفة العمليات، اجهزة الجراحة الملاحية بما اجهزة الاشعة واستخدامات الاشعة داخل غرفة العمليات انترا اوبرتيف سي تي، وازاي بنستخدم الحاجات دي كلها علشان نعمل الجرح الكبير جدا اللي كان بيتعمل زمان بقى حاجة صغيرة جدا جدا. والاهم من كده ان احنا ما نشيلش اي حاجة من العمود الفقري اللي ربنا عامله. ما هو انت عشان تدخل تجيب الغضروف ده بالطرق التقليدية بتضطر انك انت تشيل عظم من عظام العمود الفقري وتفتح في عضلات وتبوظ خطوط دفاعية ربنا عاملها عمرك ما هتعوضها باي شكل من الاشكال. النهاردة استخدامات الجراحة الملاحية زي ما احنا شايفين الجرح بيبقى صغير جدا جدا، بيقتصر على فتحة لا تتعدى 2 سنتي 3 سنتي. على المريض بدل العملية ما تاخد 6 ساعات ممكن تخلص العملية في نص ساعة أو ساعة إلا ربع. الأهم من كده إن المريض بعد العملية، شايفين الدقة طبعا ده بيرسم لنا صورة الأشعة بتاعت المريض وأنا داخل أعمل تثبيت للفقرات، أنا داخل إزاي وداخل بزاوية قد إيه وإيه اللي ناقصني علشان أحط السكرو بتاعي أو أحط الدعامة بتاعتي في وضع صحيح 100%. ما بقاش مسموح بقى أن يحصل مع الأجهزة دي والتولز دي أن يقولك المسمار لمس العصب، أصل الدكتور هو بيدخل بيعمل العملية لمس عصب أو لمس الحبل الشوكي أو أثر على حاجة، أو كان في حاجات بتحصل ولا زالت بتجينا حالات عاملة جراحات تقليدية ويحصل خطأ في الغضروف، بدل ما يشيل غضروف بين الرابعة والخامسة شال غضروف بين الثالثة والرابعة أو العكس، ودي كلها أخطاء جسيمة جدا العلم والتكنولوجي حسمها تماما بحيث أن احنا نصل إلى دقة متناهية في العملية الجراحية. طيب تركيب الغضروف الصناعي، يعني الغضروف الصناعي أصبح موجود بكثرة، رغم أنه يعني مثلا تبص تلاقي اللي ما بيعرفش يركبه أو اللي مش متعمق فيه يقول لك الغضروف الصناعي ممكن الجسم يتفاعل معه، الكلام اللي هو بتاع أي حاجة صناعي ممكن الجسم يرفضه، أي حاجة صناعي في ثقافة الجاهلين الجسم هيرفضها. صحيح. مفيش الكلام ده طبعا، لان احنا الغضاريف الصناعيه اللي بنركبها اولا منظمه الصحه العالميه عشان توافق على منتج وتقول ان ده ينفع يركب في الجسم اولا بياخد مراحل اختبارات بيبقوا 7 مراحل على الاقل. الحاجه الثانيه والاهم انه بيبقى مصنع من ماده خامله يعني مختبره عده مرات على الحيوانات ثم على الانسان. العمر الافتراضي للغضروف الصناعي مثلا في الفقرات العنقيه بيبقى تجاوز ال 120 سنه. شوف غرفه العمليات، انت عندك في غرفة العمليات يعني كم فريق عمل، فريق عمل كبير جدا، في جراح عظام مع جراح المخ والاعصاب مع جراح مع متخصص، مع دكتور متخصص في الفسيولوجيا العصبية، في مع حد متخصص في الأشعة، مع حد متخصص في الآلات بتاعت الانترا اوبرتيف، يعني الالات اللي بنستخدمها جوه غرفه العمليات ما هوش مجرد حاجه صغيره زي زمان. شوف كم الاجهزه قد ايه عشان نصل الى ان احنا نعمل العمليه بتاعتنا. هو فريق مكون من 8 او 9 تقريبا. طبعا ليه؟ لان انت بتحتاج دقه عاليه جدا، تحتاج ان انت تحافظ على كل حاجه ربنا عملها. ده الغضروف الصناعي العنقي، لما بنشيل الغضروف الصناعي الغضروف في الفقرات العنقية شلنا الغضروف خلاص وحلينا مشكلة الانزلاق اللي عند المريض، أصبح عندنا مكان فارغ. هذا المكان لو سبناه يبقى يحصل فيه تليفات، والتليفات دي هتعمل للمريض آلام، وهيبقى ما بيقدرش يحرك رقبته، هيحتاج انه يلبس رقبة. كل الكلام ده استغنينا عنه بان احنا بدأنا نضع الغضروف الصناعي المفصلي كامل الحركة اللي هيدخل في موضع الغضروف وهيعمل كل الحركات المنوط بها
الغضروف هيتحرك في كل الاتجاهات، الفتحة بتاعتنا مكبرة بالشكل ده، مفيش فيها أي تعقيد، المريض بيقدر يخرج من غرفة العمليات، يقدر يروح بيته بعد 48 ساعة، يقدر ينزل مكتبه بعد 3 أيام، يقدر يسوق عربيته بعد أسبوع. والناس مش بتصدق، يعني في مرضى كتير جدا تقول له أنا ركبت لك غضروف صناعي وأنت خلاص هتقدر تخرج، هتقدر تسوق عربيتك بعد أسبوع، بيبقى خايف ويعني متصور أنه لو نزل وساق العربية هيحصل له حاجة، إلا لما بنأكد له وبنأكد ده أكتر من مرة، وبيبقى الأمور أحسن بكثير جدا من الجراحات التقليدية. هل الناس لغاية دلوقتي مش عارفة قيمة المنظار عن الجراحة المفتوحة؟ الحقيقة هو الموضوع ده فيه لبس كتير جدا، لأن في كتير جدا بتطلع تعمل ما يسمى بشفط الغضروف بأسطرة وتطلق على هذا جراحة بالمنظار، وده نوع من النصب أو الكلام الفارغ. الجراحة بالمنظار هي عملية جراحية كاملة متكاملة، زي بالظبط كده لما يبقى مريض عنده مرارة وفي حصوات في المرارة، عنده اختيارين، يا يعني إما يدخل يعمل عملية المرارة بالمنظار والجراح هيدخل هيشيل المرارة من ثقوب صغيرة جدا في البطن، أو إنه يدخل يعمل عملية جراحية يشق البطن بكامل العرض بتاع البطن وفتحة كبيرة جدا ويعمل جراحة تقليدية. لو خيرنا الاختيار العلمي الصحيح ما بين الاتنين، طبعا الجراحة بالمنظار أفضل. نفس القصة، جراحة استئصال الغضروف بالمنظار التي هي العملية الحقيقية بيتم فيها استئصال كامل للانزلاق الغضروفي، وبعد ما بنعمل استئصال الغضروف بنقدر نحط سواء غضروف صناعي او نحط دعامة او نعمل تثبيت زي فقرة زي دي كده، الفقرة بايظة المفاصل بتاعتها بايظة، فلابد ان احنا ما نحلش مشكلة الغضروف بس، لا ده احنا هنحل مشكلة الغضروف باستئصال الغضروف، ثم نجري عملية لتثبيت هذه الفقرة اما من خلال دعامات او من خلال غضروف صناعي مفصلي كامل الحركة. بالتالي المنظار بيعمل ايه؟ بيعمل نفس العملية الكاملة المتكاملة اللي هتتعمل بالجراحة التقليدية في 6 ساعات هيعملها في ساعة. الحاجة التانية انه هيعمل العملية من ثقوب او فتحة صغيرة جدا لا يؤثر فيها على البنيان الطبيعي للعمود الفقري، وبالتالي المريض ده لما هيخرج من غرفة العمليات مش محتاج ينام على ظهره لمدة شهر، مش محتاج يلبس بقى حزام وممنوع يتحرك والكلام ده، لا هيقدر من اول يوم ينزل يمشي ويتحرك ويقعد على كرسي ويقف. ليه؟ ما احنا ما شلناش اي عظم من العظم الطبيعي، علشان احنا حافظنا على التركيب الطبيعي للعمود الفقري. المريض ده هيبقى اقل عرضة لحدوث ارتجاع في الغضروف، عمره ما هيحصل له الغضروف مرتجع. ما هو ليه؟ لان المنظار ساعد على ان احنا نحافظ على العظام بتاعة الجسم والحركة الطبيعية بتاعت الجسم، ولما نحافظ على الحركة الطبيعية ده أحسن ما يبقى المريض عنده حاجة ناقصة. بس مين بيعمل جراحات استئصال الغضروف بالمنظار التي هي جراحة حقيقية؟ على مستوى العالم تقدر تقول إن عددهم محدود، زي موهوبين الكرة ميسي ورونالدو والكلام ده، عدد قليل، يعني مش كل الجراحين بتقدر تستخدم مناظير العمود الفقري. وبالتالي لما بنتكلم على عدد، احنا بنتكلم على عدد على مستوى العالم رقم على صوابع الايد، مش رقم اكتر، ما يتعدوش صوابع الايد على مستوى العالم كله. ده اللي بيعمل جراحات بالمنظار، جراحات حقيقية، وبيستخدم كل الوسائل والحاجات اللي احنا بنقول عليها دي. مش كل جراح هيقدر يستخدم الجراحة الملاحية، دي مسألة بتحتاج تدريب وتطويع وسنين من الخبرة كبيرة جدا. وبالتالي لما بنتكلم عن ده بنتكلم عن جراحات حقيقية وليس حاجات من اللي الناس بتعملها بالطرق العادية. هل ممكن ندمج تكنولوجية الجراحة الملاحية مع تكنولوجية المنظار في جراحة واحدة؟ طبعا هو ده اللي احنا بنشتغل بيه، هو ده الفكر اللي احنا شغالين بيه في الوقت الحالي. زي ما انت شايف احنا بندخل بآلات المنظار، زي ما انت شايف كده قدامنا ده كله منظار، كل دي آلات منظار، بس آلات المنظار نفسها باينة على مونيتور وفي نفس الوقت مدموجة مع الجراحة الملاحية، علشان لما ادخل هبقى شايف بعيني، وفي نفس الوقت اللي انا شايفه بعيني ده مربوط بالاشعة بتاعت المريض ربطا دقيقا، ما يبقاش عندي احتمال ان انا ابعد ولو ربع ملي. الجرح نفسه بيقاس بالملي مش بالسنتي. الابيض ده اللي انا بتعامل معاه ده ايه؟ الابيض ده انا داخل بسلك غضروف، وهشيل دلوقتي الغضروف بالمنظار، استئصال الغضروف بالمنظار، وانا بشيل ده الغضروف اللي طالع ده، مجرد ان انا فتحت له شايف الفتحه قد ايه، يبقى انا لما عملت العمليه دي ساعدني في استخدام المنظار
الجراحة الملاحية، ساعدتني في تقصير وقت العملية وفي الحصول على أحسن نتيجة ممكنة، بحيث أن المريض بتاعي ده يطلع أنا دخلت من ثقب طبيعي موجود ما بين الفقرات وبعضها، يبقى ما فتحتش عظم، ما شلتش أي حاجة من العمود الفقري، عملت له تثبيت بدعامات، خليت العمود الفقري أكثر متانة، هيقدر يقوم ويقف ويتحرك ويعمل كل حاجة. الليزر بقى، الليزر هذه الصيحة العظيمة كان ليها دور كبير في المخ والأعصاب. يعني الحقيقة الليزر في الجلدية، الليزر في العيون، الليزر في النساء، الليزر في العظام، الليزر في المخ والأعصاب اكتسح. بس برضو يعني حدوده ايه؟ هو الليزر تولز، وسيلة زي ما بنقول كده. يعني فيه واحد عبقري تدوله كمبيوتر يقعد يشتغل عليه يحط لك برامج يعني زي ما انت عايز، وفي واحد بيستخدم الكمبيوتر على قده يدوب هو اللي كتبت رسالة او حاجة. هو نفس القصة، هي تولز مع مين تقدر تستخدمها. الليزر بنستخدمه مع حاجات كتير جدا، ازاي نشيل غضروف لاصق ملتصق في التصاقات نتيجة جراحة اتعملت قبل كده وفشلت، ازاي نشيل غضروف داخل في قناة الحبل الشوكي ولازق جوه الحبل الشوكي في الفقرات العنقية مثلا، ازاي نستأصل الغضروف ده من فتحة صغيرة جدا دون احداث اي ارتباك للخلايا العصبية او للاعصاب المجاورة، ازاي نستأصل غضروف شابك مع الغضروف ده عصب وماسك فيه كويس جدا نتيجة حاجتين، اما ان المريض بقاله كتير جدا خايف يعمل عملية وسابه لحد ما الوضع تفاقم، او ان المريض ده اتعمل له عمليه والغضروف رد عليه، او اتعمل له عمليه وكانت غير كافيه او غير كامله. بالتالي الليزر هو بالظبط انا بشبهه بقول لو انت معاك كتاب فيه 200 صفحه وعايز تدخل بمشرط تقطع 20 صفحه بس بالمشرط، عمرك ما هتعرف تجيبها بايدك مهما كنت دقيق، لكن باستخدام الليزر انت تقدر تدخل تقطع 20 مش 21 ورقه بس من ورق الكتاب، لأنها حاجات محسوبة بمنتهى الدقة. المريض المصري عنده موروث اعتقادي أنه هيعمل عملية في الغضروف أو يعمل عملية في ظهر، ده معناه أنه هيدخل أوضة العمليات مثلا من الظهر هيطلع بعد العشاء، ده رقم واحد، وهينام في المستشفى وهينام على ظهره وعلى حاجة خشنة أو حاجة صلبة لمدة شهر، وهيقعد بعيد عن شغله مثلا لمدة 6 شهور ويمكن ما يعرفش يمشي تاني. دي المعتقدات الثابتة عند كتير من المصريين. رئيس مجلس إدارة زي بالظبط رجل عامل غفير شغال في شغل بسيط جدا وثقافته بسيطه. هو ده التجربه العلميه. احسن مريض عندي هو المريض اللي شاف نتائج شغلي، اللي شاف عيان انا عامل له عمليه. هو المريض اللي جاء واختبر وشاف الوضع قدامه تجربه حيه. هو ده المريض اللي نقدر نقول ان هو شاف الامور. العملية بتستغرق 6 ساعات، بتستغرق 6 ساعات، وحتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي كتير جدا من الجراحين اللي بيعملوا عمليات في العمود الفقري بيقعد 6 ساعات في تثبيت الفقرات اللي احنا انا بخلصها الحمد لله في ساعة وساعات ساعة الا ربع. تثبيت الفقرات مش بس استئصال غضروف، استئصال غضروف مع تثبيت الفقرات. كل ده ليه؟ ما هوش حاجة سحر، هي تكنولوجي، هو علم. زي بالظبط كده ما الطيارة بتقطع المسافة في وقت غير السفينة غير العربية غير الجمل، الدنيا بتتقدم. النهاردة السرعة بتختلف، بس كل ده محتاج ايه؟ بنيان وتجربة وخبرة من السنين عشان تقدر تصل الى السكيلينج او اللي هما بيسموه ليرنينج كيرف، ان انت تبقى وصلت للمنحنى التعليمي، ان انت تبقى خلاص وصلت لمرحلة ان انت تبقى بتدرب ناس تانية وبتصنع جراحين في هذا المجال. طبعا كل الشكر والتقدير لضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور يوسف الحميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب بجامعه القاهره ومدير مستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصه الاسم الشهير. نورتنا دكتور يوسف. الله يخليك. واكيد وي ويل بي باك اجين. المال اوكلوجن، ايه هو المال اوكلوجن؟ هي العضه الغير سليمه، هي العلاقه ما بين الفك العلوي والفك السفلي المش مظبوطه. هي لما الاسنان تعض على بعض بنلاقي ان السنان العلويه مش قافله على السنان السفليه، ما تبقاش شايف الاثنين مع بعض. يعني مثلا ممكن نلاقي الفك العلوي طالع لبره شويه، وده اللي الناس بتسميه الدب، او الفك العلوي راجع لورا شويه، او الفك السفلي طالع لقدام شويه او راجع لورا شويه. زمان كانت كل القصه دي
كانت بتتعمل او بتتعالج بجراحه، الجراحه دي متعبه شويه. كنا بننشر يا اما بننشر الفك العلوي من قاع الجمجمه من بيز اوف ذا سكال، نطلعه قدام او نرجعه لورا على حسب اللي احنا لقيناه بالمقاسات المظبوطه اللي وصلنا لها عن طريق اللاتيرال سيفرومتريك والاشعاعات المختلفه، او بننشر الفك السفلي عشان نطلعه قدام ونرجعه لورا. طبعا بيبقى فيه معانا جايد يظبط لنا العضه جوه العمليه والكلام ده كله. طبعا كنا بنوصل لنتائج كويسه، بس الفكره ان انت كمان بعد القصه دي كلها بنضطر ان احنا نقفل الاسنان او نقفل الفم كله بسلك لمده 40 يوم. فطبعا هي جراحه متعبه جدا ومش اي حد يقدر عليها. التكنولوجيا الحديثة والأشعاعات الحديثة خلتنا نكتشف إن الفكرة مش بس إن العظم طالع لقدام لورا، لا، هو ممكن تبقى الأسنان هي اللي طالعة قدام أو راجعة لورا، أو جزء أسنان مع جزء عظم. يعني نسبة مثلا إن الأسنان طالعة بنسبة 60% مع 40% عظم. فلقينا إن إحنا بعد ما بنعمل لهم ديزاين مبدئي قبل ما نشتغل أي جراحة أو حاجة، إن إحنا لو لقينا إن إحنا اشتغلنا على السنين لوحدها بنقدر نرجع جزء كبير، وبتبقى النتيجة acceptable جدا بالنسبة للمريض ومن غير أي تعب. يعني القصة كلها 3-4 أيام الراجل بيبقى زي الفل والدنيا اتظبطت معاه، والعلاقة ما بين الفكين ظبطت جدا ومفيهاش أي مشاكل. عن طريق إيه؟ إن إحنا بنبدأ نحضر الأسنان من زوايا معينة. يعني مثلا لو الأسنان طالعة لبره بنبدأ ناكل منها من بره شوية زيادة، أو لو هي داخلة لجوه بنبدأ ناكل من اللي جوه عشان لما نعمل الديزاين بعد كده نقدر نخرج الأسنان من بره. إحنا بنعمل ميديا، بنعمل بيز نقدر نعمل عليه ديزاين مظبوط على الدي اس دي وعلى بروجرامز بتاعت الديزاين. فمثلا عندنا محمد زي ما احنا شايفين، لما جينا عملنا له اللاترال سيفالومتريك وبدأنا نعمل المقاسات بتاعتنا، لقينا إن الأسنان هي النسبة الأكبر من الخروج بتاع الضب بتاعه ده. ولقينا ان احنا التصور المبدئي بتاعه ان احنا لو اشتغلنا على الاسنان هنوصل لنتيجه اكتر من 85% من غير تعب في كام يوم. فبدانا نشتغل عليه وقدرنا ان احنا نوصل من الصوره اللي فوق للصوره اللي تحت. لقينا فيها ساعتها ان احنا حضرنا جامد من بره من فوق، فقدرنا نرجع بالسنان جامد من فوق. وبعد كده لما عملنا الديزاين على الدي اس دي لقينا ان الشكل هيبقى acceptable، فوصلنا للنتيجه اللي تحت. هنا عندنا سلمان، هنا الصوره دي جميله جدا، هي بتبين لنا الشكل من الجنب عامل ازاي، بتوضح لنا بشكل جامد قوي العلاقه ما بين الفكين عامله ازاي. هنلاقي هنا ان الاسنان عامله زي المروحه طالعه لبره. فبرضه لما عملنا لها الاشعاعات المظبوطه بتاعتها وبدانا نقيس القياسات بتاعتنا، لقينا ان احنا لو حضرنا بميول معينه في الاسنان العلويه هنقدر نوصل لشكل مظبوط او لعلاقه سليمه ما بين الفكين. هو سلمان لف في كذا حته قالوا له انت لا غنى عن الجراحه في قصه زي دي، احنا قدرنا نوصل من غير جراحه من المنظر اللي فوق للمنظر اللي تحت. عندنا زايد عنده هنا بقى الشغل في الفك السفلي اكتر من الفك العلوي. والنقطه الثانيه ان هو كمان عنده الاسنان بتاعته مش مرتبه، معوجه شويه. طيب بدانا نشوف، عملنا له اللاترال سيفرومتريك بتاعته، لقينا ان احنا لو رجعنا بالاسنان حوالي 3 مللي لورا بالميول بتاعتنا هنقدر نوصل لعلاقه قريبه من الطبيعي. ووريناها له على الـ على الـ على البروجرامز اللي هي بتدينا الاكسبكتيشنز، بتدينا الفكره اللي هنوصل لها في الاخر. كانت النتيجه بالنسبه له اكسبتابل جدا، ان هو لو وصل للقصه دي بدون جراحه هيبقى الموضوع ساتيسفايد بالنسبه له. مع شايني وايت، ضحكتك تعبر عنك. مستشفى بداية، أكبر صرح طبي لأطفال الأنابيب والحقن المجهري في مصر والشرق الأوسط. مستشفى بداية، ضحك الطفل تنور دنيتك. مركز وايتي، دكتور نور الدين مصطفى لتجميل وزراعة الأسنان، نخبة من أفضل استشاري طب الأسنان. وايتي، وي ديزاين يور سمايل. مستشفى الأمم، الأستاذ الدكتور سيد الأخرس، المركز المتكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة وجراحة المناظير والحقن المجهري.
المركز البريطاني لتجميل وزراعة الأسنان، الدكتور كريم إبراهيم، The Smile Designer. We make you proud of your smile.